جنب الموقف جنب مجمع المواد. تمام بقول لك انا ايه بقول لك انا خلصت المأمورية اللي عليه الاولانيه. تمام عليك التوكيل هو رايح للمحامي. تمام وممكن يتم الدفع بيها في بعض المراكز بقى اي فانت فاي يعني الاماكن اللي هي ايه بنبقى رصدين انه بقى في فعلا اخبار عليها زي الجبنس مثلا من نيه النصر دي الاماكن البعيده اللي هي ايه تساعد الناس عشان وفي الصيف معليك نودي واحده جامعه صعب في الاماكن السياحيه اللي في المحافظه. انت عندك 66 مكتبه على الارض 66 سواء المكتب هنا بقى اتفضل حضرتك تقول عليه عميل ده كان طلب اول مكتب في المحكمه هو هيحل ازمه كبيره من الموضوع ده. بعد اذنك مش هفت مش هفت مش هفت مش هفت افوت 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 كامل كل مكاتبها مميكنة ما عنديش ولا اللي فيه اللي هو